الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة أبو غزالة، إن شاء الله النهاردة هنقدم صيانة مروحة فريش. طبعا الجو حر والمراوح بتعطل في الأيام ديت كتير، لأن استعملت كتير عليها، يعني بتشتغل شغل غير طبيعي. فالمروحة ديت المفروض إن احنا دلوقتي اديناها كهربا بتزن وما بتشتغلش. نقدر نجرب برضه كده. مفيش اي تشغيل فيها. هنفكها طبعا ونشوف كده برضك نعمل لها بقى صيانة وان شاء الله تشتغل معانا. المسامير فكينا الظهر. طبعا الشغل بتاعنا كله في المنطقه دي، الموتور هنا كده تقيل، المفروض بقى ان احنا ايه نفك الريشه الصغيره دي. طبعا احنا كده فكينا الموتور. هنبدا بقى نفك الوشين من بعض. المسامير طبعا دي اللي ماسكه الجلبتين ببعض، مش بعضين. طبعا ده الوش الخلفي وده الوش الامامي. طبعا انا عندي هنا الاكس ده المفروض بيبقى ليه عدله، طبعا احنا فكيناه ده بيبقى جوه الطويل جوه وقصير بره. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب شحن ونملى جوه الوش بتاع الموتور من الخلف هنا. نحط كده حته نفس المكان في الكلبه الثانيه. ده هيساعد طبعا الاكس على انه يلاقي تبريد حواليه ويلين التشغيل بتاعه. ده شحم مط. نرجع بقى تاني الاكس هنا. كده الشحم بدأ، بص طلع منين؟ طلع من جوه الجلبة نفسها، ده الزيادة اللي هي الاكس زقها يعني. ونبدأ نحط كده حواليه برضك. كده المفروض ان الشحم اللي حطيناه دلوقتي بيساعد الموتور في انه يبقى في تبريد حواليه يعني. نركب بقى المسامير تاني زي ما احنا كده شغالين. ثلاث مسامير عكس بعض.
ماشي. نرجع بقى نرجع الموتور تاني في مكانه. طبعا الموتور كده رجع اهو مكان التثبيت بتاعه. ممكن نجرب برضك قبل ما نثبت كده ايه، ندي كهربا ونشوف كده الموتور عمل ايه معانا. طبعا لسه ايه عايز يلين شويه، لو خد كهربا ولف معانا لفه واحده بس هيبدا يشتغل حلو قوي. الموتور طبعا احنا هنقفل المسامير بتاعته. كده احنا قفلنا المسامير، هنبدأ بقى ندي كهربا. كده الموتور قام اهو. يبدأ بقى الشحن ياخد مجراه، جميع السرعات كده اشتغلت. طبعا المروحة بس عشان مش متقفلة عاملة صوت. الشحم طبعا حاجة كويسة ان هو ما بيتأثرش بالسخونية، ما بيجلبكش زي الزيت. في نوع انواع زيوت كده ممكن الواحد يعملها تقفل المروحة تيجي تلاقيها تشتغل معاك شوية وبعدين تعطل تاني. مش كده الموتور خف خالص اهو بقى زي الميه. نبدا نرجع تاني. طبعا الريشه هنا ليها مكان بطحه اللي هي بتبقى رابطه المسمار بتاعها. نرجعها تاني زي ما كانت، ما نخليهاش نازله لتحت عشان ما تمسكش برضك ايه. كده ان شاء الله احنا خلصنا الصيانه بتاعه الموتور بتاع المروحه البوكس دي. هنبدا بقى نقفل الوش تاني. المروحة اهي نجرب بقى تجربة أخيرة. طبعا المروحة كده اشتغلت. صيانة مبسطة المروحة فريش. وكانت المشكلة زي ما احنا شرحناها كده في الفيديو، الموتور كان قافش وكان عايز بقى يتعمل له صيانة داخلية يعني. اتمنى ان شاء الله ان احنا نكون وفقنا في شرح حاجة كويسة يقدر اي حد يعملها.
وما تنسوناش في الاشتراك في القناة ودعمنا باللايك إن شاء الله عشان نقدر نعمل أعمال صيانة تانية ونشرحها لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله.